يلا بينا. معانا لأول حاجة الحشوة اللي هي الفراخ اللي بتحط في الطاجن أو الفخارة، نص كيلو أوراك فراخ أو صدور للي حابب، معانا معلقتين زيت، طبق مشروم شرايح، كوباية بصل جوليان وفلفل ألوان، ومعلقة صغيرة معلقة من الصلصة، ممكن أكتر من معلقة، ومعانا ثوم مفروم ومعلقتين بقدونس مفروم، بهارات فراخ وملح وفلفل. هنعمل ايه؟ أول حاجة هنحط الزيت عشان نبتدي نشوح الفراخ. فأول حاجة هنزلها الفراخ، تمام، ننزل عليها ملح وفلفل، في الوقت ده بقى هنسيبها تتشوح. هنعمل ايه؟ هنعمل مع بعض العجينة بقى اللي هي بتتحط على الوش. يلا بينا. معانا معلقة كبيرة ممسوحة خميرة فورية، معلقة صغيرة عسل ابيض، كوباية مية دافية بيضة بدرجة حرارة الغرفة، معلقة كبيرة خل، معلقة كبيرة زبادي، ومعلقة كبيرة زيت، وشوية دقيق شوفان بقى حسب الاحتياج، وملح وفلفل اسود. خلوا بالكم دقيق الشوفان ما يبقاش كتير خالص علشان بيقعد يشرب 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 فهتقطع منكم. فايه ومش هترفعوا العجينه مع الشوفان خالص، على عكس دي الابيض في جلوتين فبيمط معاكوا حلو، ويفضل ما تبقاش فخاره كبيره مع الشوفان بالذات، ما تبقاش فخاره كبيره عشان ايه ما يحصلش تقطيع. طيب هنعمل ايه؟ هنحط اول حاجه الميه والخميره والعسل، ومعانا ام محمد. يا ام محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا وسهلا. الله يبارك لك يا رب، انا مبسوطه ان انا كلمتك والله. حبيبه قلبي وانا كمان جدا، منوراني. انا خالص والله بحب الجو والله. يا حبيبه قلبي انت منين؟ انا من جنة. اهلا اهلا بكل اهل هنا يا رب. الله يبارك لك يا رب، وتشرفينا كده يا رب وتنورينا هنا في جنة. ان شاء الله يا رب يا حبيبي. الله يخليك. انا بعد اذنك وزني 100 كيلو. تمام. وانا عندي خشونه في رجلي. ايوه. وطولي 170. تمام. فانا حاليا يعني شغاله عامله في مستشفى. اه. فانا تعبانه من الوزن، عملت تخسيس وخدت برشام كتير، وعندي القولون وعندي المعده وجعاني. تمام، انت محتاجه تخسي طبعا. ما انا والله ما باكل، بس جسمي قابل للزياده، اقل حاجه بزيد، لو سمت بزيد. انت سنك كام؟ انا سني 42. طيب انتي عملتي تحليل غدة وفيتامين د؟ ما عنديش غدة الحمد لله ولا عندي اي حاجة، كنت عاملة عملية زايدة. بس هي تمام. طيب انتي بتاكلي عيش، بتاكلي دقيق ابيض، اي حاجة؟ دلوقتي حاليا باكل عيش مصري في قمح. باكل عيش مصري بس مش باكل غير رغيفين في اليوم مثلا. ماشي، ده في قمح. طيب بتاكلي رز؟ ما باكلش والله رز كتير، يعني لو يوم او الجمعة يعني اكل لي معلقتين او ثلاثة في الظهر بس. طيب بتاكلي مكرونات؟ لا ما باكلها. بتاخدي سكر في اليوم؟ باخد معلقتين سكر كوباية في اليوم. طيب بتتعشي ايه؟ يعني يوم ما اتعشى ويوم ما اتعشاش، اليوم اللي اتعشى فيه اكل مثلا من بعد العصر، اخد مثلا اي حاجة بسيطة، حتة جبنة اي حاجة. تمام، حتة جبنة بس. والله باكل يعني مش باكل اكل يعني اللي هو طماطمايه كده قرنشة خيارة، وبردك جسمي زي ما هو وبشتغل والله يا دكتوره. ماشي يا حبيبتي، حاضر. بس انا والله العظيم انا اتصلت بمدام مروه اللي هي بتاعت الاعلام بردك بتاع التخفيف. تمام. كان مدي اعشاب هنا قريب، بس انا والله العظيم ظروفي يعني مش مساعد ان انا اجيبه يعني الاعشاب فيه. طيب يا حبيبتي حاضر. والله ظروفي يعني مش عارف. شكرا على المكالمة. طيب دلوقتي انا بصي مع السبع خطوات، انا عايزاكي تجربي السبع خطوات، هتفرق معاكي جدا جدا. الفيديو وهخليهم ينزلوا دلوقتي سبع خطوات، صوريها على الموبايل. ماشي، هتفرق معاكي جدا، وهتعرفي انت غلطاتك فين. ماشي، لما تصوري السبع خطوات اقريهم كويس. رغدا جهزي سبع خطوات بحيث ينزلوا بعد الفقرة على طول، تصورهم، سهلة قوي قوي قوي. ونصيحة، زودي أكل السمك، لأن أكل السمك بيساعد جدا على رفع الحرق. تمام، وياريت توقفي معلقتين السكر اللي بتاخديهم، وياريت توقفي الرغيفين العيش اللي بتاخديهم،
حاجات بسيطة بس بتوقف الحرق، خلاص هتفرق معاكي جدا. 7 خطوات وتوقفي الحاجتين اللي قلتلك عليهم دول، وان شاء الله هتفرق معاكي كتير، وتكلميني تطمنيني ان شاء الله بإذن الله. طيب احنا حطينا دلوقتي الخضروات والبصل وكل الدنيا دي حطيناها، والثوم. نفضل بقى نديها التشويحة الحلوة ونروح نرجع بقى نعمل مع بعض العجينة. يلا بينا. حطينا المية، العسل، الخميرة، بنحط بقى كل السوائل مع بعض. هنحط الزبادي، هنحط معانا بيضة، هنحط عليهم معلقة الزيت، هنحط معلقة الخل، ملح وفلفل، وهيبقى الدقيق الشوفان. منكترش بقى دقيق الشوفان، نخلي بالنا عشان بيشرب كويس جدا. بصوا بقى، بنقلب بنقلب ونستنى شوية، نقلب نقلب ونستنى شوية عشان نضمن ان ايه، ان دي شوفان يقعد يشرب براحته كده. هنجيب بقى الفخارة، تمام، هنجيب الفخارة، مهم ان احنا ندهنها بقى زيت كويس. عشان ما يلزقش فيها حاجة، بالفرشة كده طلع الموف، بما اني لابسة موف هتبقى لايقة اكتر. يلا بينا ندهن من الطرف كله كويس جدا جدا، ما عدا اللي فوق، اللي فوق مش هدهنها زيت خالص، لو دهنتوها زيت مش هيلزق معاكم العجين. دي هتدهن بقى ايه، بيض. الفخارة والعجينة هيدهنوا بيض. بصوا بقى دي ابتدت ازاي تتماسك معايا، نزود عليها الباقي. وتفضلوا تسيبوها تسيبوها لغاية ما تبقى عجينة تعرفوا تفردوها كويس. اهم حاجة الوقت، دايما الشوفان محتاج وقت، لازم تستنوا عليه علشان بيروح قافش معانا فجأة، فما ينفعش انه ايه تحطوا الدقيق زياده ويقفش معاك. تمام، هنبتدي بقى نعمل ايه دلوقتي. هنا نزود بقى معانا الصلصه، هتديها بس شويه لون كده لذيذ، وهنزود عليها كركم، كاري، واخر حاجه البقدونس. تمام، حلو قوي، كله تقليبه كده، مجرد التشويحه دي، وبعدين بنحطه على طول في الطاجن لانه هيكمل سوا في الفرن. بس تشويحه يعني حلوه، مش يعني يبقى فاضل فيها بس مثلا 10 دقايق سوا، يعني يبقى 3/4 تسويه. عشان كده في الاول الفراخ نشوحها كويس جدا جدا جدا، تكون داخله خلاص على السوا، وبعدين الخضار، وبعد كده بننزل كله بقى في الطاجن.